قدمت نائبة الأمين العام لاتحاد النساء الإسلامي العالمي فرج تشاد السيدة خديجة حسب الله قدمت الحصيلة الشاملة لأنشطة القافلة التوعوية والإخبارية التي شملت دوائر العشرة للعاصمة أنجمنا. لقد وصلنا لنهاية قافلتنا التوعية ببلدية أنجمنا التي أطلقت من تاريخ 9 مايو عام 2017 تحت عنوان تعليم الفتيات وتمكين المرأة، وليس هناك عن طريق الصدفة، لأن كل عام في أثناء احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة يتداول هذا الموضوع، هو موضوع تعليم الفتيات. فقبل كل شيء أتقدم بخالص الشكر لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو الرئيسة الفخرية للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي لجهودها المبذولة من أجل ترقية المرأة التشادية. شكري أيضا موصل لكل من وقف معنا ماديا ومعنويا، فنسأل الله أن يجعله لهم في ميزان حسناتهم. بفضل كل هذه الأشكال من الدعم، فإن اتحادنا استطاع أن يوصل ويقدم رسالته في 10 دوائر العاصمة بنجامينا. استطاع الاتحاد أثناء جولته أخذ لقاءات مع السياسيين والإداريين والدينيين، النساء، أولياء الأمور، الطلبة والطالبات والمجتمع المدني. كل واحد لعب دوره لنجاح تربية وتعليم الفتيات باعتبارها المرأة المستقبلية القادرة لرفع تحديات التنمية الدائمة.